السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، كما وعدتكم من قبل، كل ما نتقدموا في فكرة معينة ونحسها باللي مهمة جدا في بالنسبة للسنوات تاع البكالوريا، أشاك فوا ندير لكم فكرة عليها على الأقل باش تتمكنوا من الأساسيات. احنا كي نفهموا الأساسيات من بعد نيمبورت تمرين كي نحب نحلو نقدر نتمكن منه. كنا درنا في خلال الدرس تاع متابعة زمنية لتحول كيميائي في وسط مائي، زمن نصف التفاعل تي ان دومي لو مي طون. زمن نصف التفاعل تي ان دومي هو الزمن اللازم لبلوغ نصف التقدم النهائي للتفاعل. تي ان دومي هو الزمن اللازم لبلوغ نصف التقدم النهائي للتفاعل، بمعنى لما تي يوصل تي ان دومي معناها اذا كان تفاعل تاعي الحق لنصف الزمن تاعو ولا نصف التفاعل، في هذه الحالة تقدم اكس في نصف لنصف التفاعل يكون يساوي التقدم النهائي ونقسموه على 2. منين رانا رايحين نخرجوا التقدم النهائي؟ التقدم النهائي راح يستنتج او يستخرج من المنحنيات البيانية. المنحنى البياني اللي يكون مباشرة يستنتج لنا تي ان دومي هو منحنى اكس بدلالة الزمن تي. كنا درسنا اكس بدلالة الزمن تي، التقدم إكس وحدته بالمول الوحدة الأساسية يقدر يعطيها لكم بالميليمول، التي قدر يكون بالسكوند بالمينوت إلى آخره. معناها احنا رانا رايحين نرسم منحنى بياني تاع تقدم التفاعل، شحال راه يتقدم لنا التفاعل، شحال راه يتنتج لنا بدلالة الزمن. الإكس راح يكون في محور تراتيب، والتي دائما راح يكون في محور الفواصل. وقلنا بلي تقدم التفاعل اكس دائما راح يكون متزايد، راح يكون متزايد خلال الزمن، باسكو اكس يتبعنا اون جينيرال النواتج. بما انه كاين ناتج اذا اكس راح يكون بزياده، شاك فوا راني رايحه ندي كميه معينه من المتفاعلات باش ننتج بها مواد جديده اللي هي النواتج، واللي نسموها ايضا المواد المتشكله. كما المتفاعلات نسموها المواد المختفيه. حبينا نتعرفوا كيفاش نستنتجوا تي ان دومي ولا كيفاش نحسب تي ان دومي من المنحنيات البيانيه. المنحنيات البيانيه قلت لكم كاين منحنى مباشر اكس بدلاله تي، وكاين منحنيات اخرى تتلاقوا بها في الاختبارات. يمكن يكون منحنى بياني مثلا للتقدم اكس، قادر يكون منحنى بياني لكميه ماده. الكميه الماده بنوعيها ممكن تكون كميه ماده متشكله معناها خاصه بالنواتج، وقادره تكون مختفيه معناها كميه ماده خاصه بالمتفاعلات. هون ممكن جدول المنحنى البياني يكون للتركيز، تركيز النواتج او تركيز المتفاعلات، او بمعنى بكلمات اخرى تركيز المتشكل الفرد المتشكل وتركيز شكل الفرد المختفي. هناك ايضا الضغط في حاله ما اذا كان في النواتج او في المتفاعلات غاز، نستعمل الضغط لابريسيون، ممكن نتعامله مع حجم مثلا حجم الغاز او حجم المضاف الى اخره من المقادير الفيزيائية. دونك حنا رانا رايحين، بما انه هذه المقادير الفيزيائية راهي متعلقة ببعضها وراهي اصلا متعلقة بالتفاعل الكيميائي، راح يكون عندها نفس التغير، اما راح تكون بالتزايد او بالنقصان. معناها طريقة الاستنتاج تاع تي ان دومي من هذه البيانات راح تكون نفسها، ما رايش رايح يكون عندنا اختلاف ابدا، خاطرش المنحنى البياني تاع كل هذه المقادير راح يخرج متشابه، راح تختلف المقادير وفي الوحدات. اذا كل هذه المقادير راني رايحه نسميها اكس كبيره، باش ماشي اشاك فوا في محور التراتيب نقول لكم تركيز ولا نقول لكم اكس صغيره ولا، المهم راح يكون عندنا
اكس كبيره. رايحين نبداو بالبيان رقم واحد. البيان رقم واحد اون جينيرال يكون متزايد، يكون خاص بالتقدم اكس وكميه الماده تاع النواتج، لانه النواتج هي اللي راح تتزايد ما تكونش وتولي كاينه، والتقدم اكس راح يزيد مع الزمن بالنسبه للتفاعلات الكيميائيه. رايحين حنا نكتبوا مقدار فيزيائي اكس. هذا المقدار الفيزيائي اكس الواحد الوحده تاعو تختلف حسب نوع المقدار، اذا كانت كميه ماده راح تكون مول، اذا كانت ضغط راح تكون باسكال او بار، اذا كانت حجم راح تكون متر كوب او لتر، اذا كانت تركيز راح تكون مول على اللتر الى اخره. احنا دائما نجزئوا المنحنى البياني تجزئه وهميه، ما نشاركم ما تجزئوش نتوما. هذا يسموه النظام الانتقالي. النظام الانتقالي هو نظام في للمرحلة الانتقالية، حيث يكون فيها إما تزايد أو نقصان في كمية النواتج أو المتفاعلات، وهذا يسموه النظام الدائم، حيث يثبت عند قيمة معينة. دوكا كيفاش نخرجو تي أن دومي؟ حنا الإكس فينال قلنا نستخرجوه من المنحنيات البيانية. بن اذا كان في حاله التزايد اكس فينال نروح للنظام الدائم وين يثبت وندير نقاط تقطع ونسميه اكس فينال. قدر يكون ضغط نهائي، قدر يكون تقدم نهائي، قدر يكون تركيز نواتج او تركيز المواد المتشكله النهائيه الى اخره. معناها الاكس هذا راه عده مقادير، راني شي مسميته اكس صغيره هي اكس كبيره، اي مقدار فيزيائي. بعد واش نديرو حنا في التعريف؟ هو الاكس فينال